شكرا. على كل حال نقول اليوم هذه بشرة وبشرة خير لمواطنين ومواطنين في ولاية سوكراس وعامة الوطن بهذا تم الثلوج راهي تتساقط اليوم بعد تأخر تاعها، لأن نعرفوا منطقة جبلية ومنطقة معروفة في ناحية ولاية سوكراس، وشفنا بلي نقص حتى المياه بالنسبة للسدود، ولكن مع التساقط تاع الأمطار والتساقط تاع الثلوج راهي بشرة خير لعامة المواطنين وخاصة الفلاحين. ولكن نقول احنا بهذه الفرحة وخذينا احتياطاتنا فيها اللجنة الأمنية في لجنة اليقظة في اجتماع متواصل، وفيها خلية طبعا تبعد عملية عن قرب، وتنقل تاعنا لعين المكان. اليوم رانا في الطريق الوطني رقم 20 طبعا، هذا اللي يربط سوكراس بالجمهورية التونسية، وفيها طبعا صعوبة في الحركة، وفيها الإمكانيات راهي مسخرة مع السلطات المحلية مع السيد رئيس البلدية رئيس الدائرة كل مسؤول على المستوى المحلي، وتبقى هذه اللجنة تبقى عامل تاعها متواصل. وحنا نتمناو تزيد تساقط تاع الثلوج والأمطار، رغم أنه كما نقولوا راهي فرحة بالنسبة لنا، يعني فيها صعوبة صح في الحركة تاع السير، فيها بعض الصعوبات وهذا شيء طبيعي، أننا نقاوم أننا نعيش مع الطبيعة اليوم الحمد لله. مرات كل التسخير كل شيء راه مسخر بهذا إن شاء الله تعم هذه العملية هذه. ونقولوا بكل صراحة اليوم اللي جاي النداء اللي نوجهوا للمواطنين أنه تبقى هذه العملية دائما بالأفراح، نقول السواق يسوقوا بحذر، لأن فيها انزلاقات في بعض الأماكن صعبة، وخاصة بعد الفيرغرام في الصباح كاين ناس تجيب ولادها تجيب ناس حابات بتعيش هذه الفرحة والأحداث. إن شاء الله كما نقولوا دائما تبقى أفراح، ما نشوفوش أشياء أخرى. ونقولوا حنا كل شيء راه مسخر وكل شيء راه موجود في هذه العملية، ومشكور الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والحماية المدنية اللي راهم مسخرين كل إمكانية تاعهم في فتح الطرقات وجميع المسالك تاع الولاية إن شاء الله. شكرا بارك الله فيك.